مرحبا، اليوم نكمل سلسلة تعبئة التقارير السنوية. اليوم راح يكون موضوعنا نقاشنا عن قيم مختبر الحاسوب وفني مختبر العلوم. هذا النموذج اللي هو قدامكم تقرير الأداء السنوي للوظائف الفنية التخصصية. هذا التقرير الوظائف الفنية التخصصية، الفئة الأولى حكينا إحنا هاي بقصد فيها للجامعيين، والفئة الثانية المكتوب هنا فئة ثانية اللي حاصل على شهادة دبلوم كلية مجتمع. زي ما حكينا الفني مختبر الحاسوب وفني مختبر العلوم بيعبي هذا النموذج الوظائف الفنية التخصصية. لاحظوا هون الوظائف الفنية التخصصية، هون أنت راح تكتب 2019 2020 2021. 2020 هو مقصود فيه الفصل الأول، 2021 هو الفصل الثاني. نزل تحت هون المعلومات، البطاقة الإلكترونية اللي أنت راح تعبيها. هون كما ذكرنا تكتب اسم الوزارة، وزارة التربية والتعليم، هون رقم الوزاري ورقمك الوطني واسمك الرباعي بشكل واضح، مش بالإنجليزي، باللغة العربية تكتب الاسم. والفئة الأولى إذا كنت أنت جامعي تكتب هون الثانية الفئة الثانية إذا كنت أنت دبلوم كلية مجتمع. هون المديرية المقصود فيها المديرية اللي أنت تابع لها. المؤهل العلمي، آخر مؤهل علمي حصلت عليه. شو آخر مؤهل علمي حصلت عليه؟ في ناس بيقول لك أنا بكالوريوس ودبلوم عالي وماجستير. لا يعني بدي أنا آخر مؤهل علمي حصلت عليه تكتبه هون، والتخصص تكتبه هون، تاريخ التعيين تكتبه، كتبته باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، المهم تكتب بشكل واضح. المسمى الوظيفي فني مختبر علوم قيم مختبر حاسوب. حسب هون انسى هذول، تكتب مدرسة كذا كذا. هاي النقطة اتركها لموظف مسؤول وحدة الموارد البشرية، هو اللي بيعبيها. ننتقل الجزء الثاني. الجزء الثاني سجل الأداء. هذه نقاط أنا طبعت خمس نقاط اختصار للوقت والجهد، وإلكم بإمكانك تدمج نقطتين مع بعض، بإمكانك تخليهم زي ما هم، لكن شرط إنك تعبي واحد واثنين ثلاثة. يعني انسى شو مكتوب هون، بدك تعبي ثلاث نقاط. أنا طبعا كاتب هون وطابع لكم نقاط سهلة حتى تستندوا إليها. بعد ما تعبي هاي النقاط تيجي تحت، بعد ما اطلعت عليها تكتب اسمك الرباعي والتاريخ والتوقيع. التاريخ في ناس كثير بيسوي شو التاريخ؟ التاريخ هو وقت استلامك للتقرير وعبيته، حط التاريخ. هون مدير المدرسة بكتب اسمه والتاريخ والتوقيع. ننزل لتحت شوي، الوقائع الإيجابية والسلبية. طبعا أنا هون فني مختبر الحاسوب والعلوم حاط لك نقاط هون طابع لك إياهن مختصرة. لو أجيت على بطاقة الوصف الوظيفي راح تلاقي شرح طويل لكل نقطة الوصف الوظيفي. فبالنسبة لي أنا عملت مختصر حتى تكون سهلة وسريعة بالكد، يعني تكتب عنها. تيجي هون المربعات تكتب هون طوال العام، بتوقع هون أو خلال الفصل الأول، هون خلال الفصل الأول بتوقع هون، توقيعك هون خلال الفصل الأول، توقيعك هون خلال الفصل الأول. كذلك نفس الشيء اللي أنا كاتب لك إياه هون راح تنسخهم هون وتعدل عليهم، إشي بسيط يعني ما في مشكلة، بتعدل هون. هلا هون تكتب بتوقع، وهون تكتب خلال الفصل الثاني. لاحظ هون كتبنا خلال الفصل الأول، هون خلال الفصل الثاني، انتبهوا لهاي الشغلة. وهون بتوقع تكتب هون خلال الفصل الثاني، وهي كذلك نفس الشيء بتوقع خلال الفصل الثاني. كل النقاط هاي لك توقع عليهم كلهم هون وهون. هذه مرحلة مراجعة الفصل الأول، وهنا مرحلة مراجعة الفصل الثاني. ننتقل إلى الجزء اللي بعده، الجزء الثالث. لاحظ انا طابع لك اياها طباعه، مش كاتبها بخط اليد حتى تكون سهله لكم وسلسه ومرنه
تنسخوا عنها وتكتبوا زيها بشكل واضح ومرن. النقاط اللي أنا كاتبك إياها هون مختصرة باجتهاد مني أنا، تسهيل لكم أنتو، بإمكانك أنت تغير هون نفس اللي أنا كاتبه هون كاتبهم هون، لأن أنا عم بكتب نقاط إيجابية محفزة وقائع. طلع فوق هون مكتوب التاريخ، طبعا التاريخ هون والتاريخ هون، انت هون راح تكون قبل نهاية الفصل الأول، انسى التاريخ يعني مكتوب هون 5/5/11/11 انسى هذا، هون راح تكتب تعدل عليها قبل نهاية الفصل الأول بأسبوع أو أسبوعين، وهون قبل نهاية الفصل الثاني بأسبوع أو أسبوعين. تبع النقاط هاي اللي أنا كانت طابعها، بإمكانك تكتب بدل ما تكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 بإمكانك تكتب 5 نقاط بكفي. ممكن أنت قيم مختبر علوم أو مختبر حاسوب مش كلها بتشتغلها. اللي هون راح تكتبها هون، كذلك هاي نفس الشيء تكتبها هون. هلا ننزل تحت هون، انت راح تكتب اسمك والتاريخ والتوقيع، المدير المدرسة راح يكتب هون اسمه والتاريخ والتوقيع، هذه انساها هاي، هاي لأنه موظف مدير إداري أو مدير تربية اللي بكتبها. كذلك الشيء نفس الشيء هون. هلا انت هون توصيات مدير المدرسة، إله الصلاحيات يكتب لك توصية توصيتين ثلاث، ما في مشكلة، حتى لو ما كتب ما في مشكلة. نيجي الجزء اللي بعده، الجزء الرابع، هذه ما إلك فيها، هاي مدير المدرسة هو بحط الدوائر هون، بيجي نقطة نقطة بقول لك الإحاطة بالتشريعات الوظيفية بتطلع تستحق 5 4 3.5 3 كذا، بحط دائرة. بيجي على النقطة الثانية تقييد أوقات الدوام، بحط دائرة هون. بعد ما يحط الدوائر العلامات، مجموع ممتاز راح يكتبه هون، ومجموع جيد جدا راح يكتبه هون، ومجموع جيد راح يكتبه هون. بعد انتهاء من هاي المجاميع مجموع هذا كلهم راح يكتبه هون. يعني اجد هون اخذت 30، هون 10، هون 10، صاروا 50، بدي يكتب 50. العلامة هاي 25 مقصود فيها العلامة مستحقة، هاي راح يكتبها، راح يرجع لها هاي 25 كدش استحقت من 25، 20 بدي يكتبها مرة ثانية هون 20. هلا نيجي العناصر التميز اللي بيحكوا عنها اللي الكل بيعترض عليها. يا أخي أنا بعطيك إياها بشكل موجز، هذه 10 علامات. هلا هون بقول لك شو أكتب هون يا عمي؟ أكتب نقل الخبرة للزملاء المتواجدين الجدد والمتواجدين في المدرسة، وإعداد أوراق علمية بكفي وتقارير، ما في مشكلة. هون كمان بإمكانك مشاركة بالأوبن إيميس والإيدي ويف والتعلم عن بعد. هون يسعى باستمرار إلى تطوير الأعمال داخل المدرسة، إيش بدك أكثر من هيك؟ بدك تضيف كلمات ثانية جمل ثانية؟ المهم أنت بدك تأخذ علامة هون، شو ما كتبت هون بدي علامة. قديش استحقت من هاي بخمسة؟ 2. قديش استحقت من هاي؟ 3. 5/10. مجموع هاي ومجموع هاي ومجموع هاي على فرض طلع 95، بدي يكتب مدير مدرسة هون 95 ويحط دائرة، ومدير مدرسة بدي يكتب اسمه ويوقع والتاريخ ويخلف عليكم. الجميع اللي بتابعوا معاي صفحتي، هلا انا بدي اورجيكم اسم الصفحه، بتتابعوها حتى يوصل كل شيء جديد. اسم الصفحه ايها المعلم، يا ريت تعملوا لايك ومشاركه حتى يوصل كل شيء جديد. شكرا لمتابعتكم.